So, advanced mobile development. نحن الأشياء اللي قطعنيهم الأشواط اللي قطعنيهم غير الموبايل انفورميشن سيستم كونتنت اللي هو كان جزء كبير منه برات هذا الكتاب، من هذا الكتاب اللي قدر يقرا منه معلومات عامه عن اندرويد، قرأ بالشابتر الانترودكشن الاولاني، الكل اشتغل بتخيل الويلكم اب، اوكي، وشاف ثلاث شغلات اساسيات كيف يستعمل الريسورسز تيبيكلي مشان يعملون كاستمايزيشن، لوكاليزيشن للتكست، اكسسبيليتي للايمجز، اوكي، ويستعمل دراج اند دروب ليقدر يعمل دغري الاب تاعيته. At the same time نحن تعلمنا نعمل ران على السيميليتر، ران على الديفايسز، صرنا كلياتنا نعرف اندرويد ستوديو، كلياتنا نازل عندنا مفروض بالبيت. شيك؟ It's a great achievement بالنسبة للسنة الماضية لما اجوا صدموني بالفصل الثاني انه ما كان عندهم اياه. So you're doing great لحديت هلا. Furthermore عملنا chapter 3 بحس somehow in depth، اوكي؟ لأنه كان الكود تاعه البزنس لوجيك تاعته كانت بسيطة، انه انا اخذ رقم معين عم بحصل عليه من البرسنتج من هون، اخذ رقم من فوق من الادد تكست وطلع تو ريزلتس، اوكي؟ In real time without a click on a certain button، بس تعلمنا فيها قصة الليسنرز وعدناها أكثر من مرة بأكثر من طريقة بأكثر من صف لحتى ما كل العالم استوعبت صدمة الليسنرز، اوكي؟ To add a certain listener هو interface في عمل الامبلمنتيشن تاعته in a separate class as an inner class as an anonymous inner class، ورجعت سألت عنه بالامتحان لأنه I'm interested in this concept، لازم الكل يعرفهم. وراهون عملنا الفلاج كويز اب اللي علمتنا حرتقات معينه مثل الانيميشنز والكذا، اللي اذا واحد بفكر بينه وبين حاله من دون ما انا هلا اكون عم بقول، it goes without saying انه اذا الميدترم تاعنا بده يكون ساعه ونص افترضنا باحسن الاحوال، بده يكون on the machines هلا، اوكي، بالادفانس موبايل ديفلوبمنت بدنا ربع ساعة لنقرا الجيفن ونبلش نقرا الكود اللي انا بكون اعطيكم اياه نفهمه، بعدين بدنا نشوف وين الهوكس وين التعاليق مشان نبلش نحط الكود تاعنا نحن، املأ الفراغات بالكود المناسب. سو مش حيكون اكيد مش حاجي اقول لكم يلا هيدا ستامب انه سكلتون لانيميشن فايل وانتم كملوه، اتس يوزلس انك تتعلم انت تعمل انيميشن، مش شغلتك، المفروض جرافيك ديزاينر او حدا، اوكي؟ فاللوجيك تاعيتي اكيد من البارت الاولانيه هال 2 3 4 تشابترز حيلزمني فيهم اكثر شيء تعلمنيهم بال2 وبال3 كيف اعمل ادابتيشن، كمان وحتى ال4 كيف اعمل ادابتيشن لديفرنت سكرين سايزز لاعمل لوكاليزيشن، وهدول الاشياء شفتون كيف بينعملوا وذ رايت كليك كرييت لاي اوت فاريانت، مش هيك؟ وبتحط كابل اوف كونفجريشن لحاله بيعمل لك جنريشن للفايل وانت بتقرر شو بده يصير فيه، اوكي؟ اكيد حنستعمل كمان الكونسبت تاع مين اكتيفيتي وفراجمنتس جواتها، بعد ما اشتغلنا عليه مزبوط مزبوط بس بركي بيرجع بيمرق معنا لاحقا، يعني هدول اسس مهمين. بس الأهم بعد من هيك لوجيك مثل اللوجيك تاعت الابليكيشن تاعت تشابتر نمبر 7، انا وعدتكم حنقطش 5 6 انتو يو كان ديسكفر ذيم اون يور اون، بركي هلا ما وقتهم لازم تركزوا على هدول اللي هلا عم ناخذهم. دودلز اب هي لترسم فيها كانك عندك بينت، اوكي، اتس نايس هيك بالاصبع الواحد في يرسم، اند كانون جيم اب حتعلم فيها انيميشنز وشوي مالتي ثريدنج مشان يطلع معك جيم عم بتقوس شمال يمين وتقتل قصص، اوكي؟ We are gonna skip these two chapters ونروح على وحدة هي بتشبه 80% من الابليكيشنز الموجودين on the stores like Facebook, Twitter, WhatsApp كلهم، اوكي؟ اللي هي the weather viewer app. So هننط عن 5-6 and we are gonna attack chapter number 7. وال midterm exam بده يكون much more related to this part. Okay? Once again, couple of clicks او اشياء بعدكم تذكرون وtranslation وهيك موجودين من الشابترات الاولانيات، بس هون عنا المين كونسبت. So ممنوع نقطع هذا الكورس من دون ما نكون نعرف كيف نعيط لويب سيرفيس موجوده اوريدي، نعيط لصفحه ويب نجيب منها الريزلت ونعرضهم عنا بقلب الابلكيشن. And something very similar we are gonna do it يعني في بالميدترم اكزام. هذا الشيء حيجبرنا نتعلم على الكونسبت اوف ريست ويب سيرفيسز وعلى الكونسبت اوف اسينكرونوس تاسك. حقيقه ممنوع نعمل في طبعا الريست ويب سيرفيس هي بتكون اوريدي موجوده اونلاين، عارفينها اونلاين، حنستعمل openweathermap.com اوكي او .org اي ثينك، هو ويب سايت اوريدي موجود، اوكي، في ياخذ منه الطقس باي مدينه بالعالم، اوكي. بنحكي عنهم اكيد لنرجع نشرح شو الفكره من وراهم وليش اتس كولد ريست، بس لاعمل هيدا الشيء اي كان سيميليت ذا براوزر، في اعمل انه كيف بكتب يو ار ال بعمل انتر انا بقلب البراوزر بيقوم بيجيني بالفيو بورت اللونه ابيض بقلب البراوزر، الصفحه البيضاء بتتعبى بكونتنت معينين. سو
Actually, I can make an HTTP URL connection on whatever website بدك إياه وتقول له like dot open connection. Okay. بيطلع لك بترد لك هذه الفانكشن input stream. ذاكرين كلكم input stream. Okay. So فيك تعمر على ظهره سكانر وتقول له هذا السكانر اعطيني while has next هذا السكانر dot next line. Give it to me. Okay. بيرد لك string. Okay. هالسترينج هيدي فيك تعمل فيها اللي بدك اياه، فيك you can parse it, you can display it, you can do whatever you want with it. Okay. حقيقة حنشوف انه ال URL connection على ال weather map overview فيها ال open weather map فيها ترد لك يا اما XML file يا اما JSON file. شفنا نحن بالاخر الكورس الماضي انه JSON it's a better like more lightweight response. So we are gonna process JSON responses اللي هو اختصار لجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن. موجود عندكم الديسكريبشن تاعته بالسلايدات الماضيه كيف شكله والى اخره. في عندنا اي بي اي بقلب انتجريتد بقلب الاندرويد بتخولني اذا عندي JSON response فيي اعمل له بارسينج، فيي اطلع منه كل الداتا الموجودين جواته in a very elegant way. اوكي، من دون ما اكون انا عم بقصقص السترينج على ايدي. اوكي، once عملنا هذا الشيء actually كل هذا الكود اللي ممكن تكتبه ممنوع تحطه بقلب الليسنر كود، ممنوع تحطه بقلب كود ريليتد تو ذا جرافيكال يوزر انترفيس كود اللي هي بيكون يوجوالي بيدور بالمين ثريد. اوكي، جي يو اي ثريد اتس نوت بيرميتد ات اول. اوكي، ليش؟ لانه دغري بيفكروا اي يو ار ال كونكشن او داتابيز مانيبيوليشن او اشياء طويله من هالنوع يوجوالي ات تيكس تايم. اوكي، فما بدهم يراهنوا على هذا الموضوع طالما هن جماعة الاندرويد عبالهم ولا يو اس عبالهم يكونوا الابس تاعهم فيري فلويد فيري ريسبونسيف. اوكي، تذكروا the famous ANR application not responsive. اوكي، الايرور بتطلع لك ما عبالهم توقعوا فيها. شفنا انه اي انتراكشن بتطول اكثر من 5 ثواني ممنوعه، وبما انه هذا الشيء ممكن كثير يصير معك بالويب منعين اصلا منعا تاما انك تعمل HTTP URL connection بقلب المين ثريد. You have to do it in a separate thread. Okay. هلا لو رجعنا للثريدز مثل ما هو موجود بالشابتر نمبر 6 كنا شفنا انه فينا نعمل مسموح نعمل، بس لما تاخذ الريزلتس بدك ترجع تعرضهم بالجرافيكال يوزر انترفيس. سو مشكلتها التراديشنال كلاس اللي اسمها ثريد او رانبل وهالقصص هيدي اللي انتم تعلمتوهم المفروض بالكلاينت سيرفر كورس هودي موجودين هون بالاي بي اي تاع جافا بس مش مسموح هن يعدلوا بالجي يو اي. سو مشكله ثانيه تيجي هون دور الاسينكرونوس تاسك من اسمه. اوكي، it runs asynchronously ما بتعمل بلوك للجرافيكال يوزر انترفيس. اليوزر جرافيكال يوزر انترفيس بيخلق async task وبيقول له dot execute yourself. كيف انت بتخلق thread الا dot start. اوكي، الثريد وين بيكون مكتوب الكود تاعه ذاكرين؟ انت بتقول له start. هو وين بيكون مكتوب الكود بقلب اي function عند الثريد كلاس الثريد ذاكرين؟ run. مزبوط، ما بتعيط لران لانه run it's a call for a normal method it's a blocking منه asynchronous. كنت تكتب الكود بالران وتعيط لستارت، يعني ستارت هي حقيقة عم تقول له please JVM start this thread whenever you have the time. اوكي، سو هون نفس الشيء، في عندنا method بقلب async task اسمها do in background هي مثل الران تكتب فيها الكود تاعك. اوكي، اسمها do in the background ليك شو حلو. اوكي، اوضح من كلمة run، وتعيط انت لمثد اسمها execute. اوكي، هي كانك عم تتمنى على الجي في ام تاعت الاندرويد ليك بليز ران ات وين اكزكيوتد وين ايفر يو هاف ذا تايم. بعد الدو ان باك جراوند في عندك اون بوست اكزكيوت، بس تخلص اكزكيوشن هالاسينكرونوس تاسك شو بيصير هنيك؟ هذا الكود اللي بتكتبه هون بحق له يغير بالجي يو اي. اوكي، فور انستنس اذا انا بدي اروح جيب الطقس ل 16 يوم لقدام لمدينه بيروت، سو في جيبه بحصل عليه، ولما بيجهزوا كلهم ويصير جرافيكال انترفيس قادر اني اعدل فيه بعمل ريفرش للجرافيكال يوزر انترفيس. اوكي، سو جروسو مودو هيدي خبريه الانسينك تاسك. هنرجع نفوت فيهم كلهم ان ديتيلز، بس عم فرجيكم شو هن الانجريدينتس حنطبخ فيهم هيدا الابلكيشن. اوكي، سو وقت بدنا نلحق ونعرضهم تطلع هون انت كل يوم بيومه من هدول. اوكي، اللي اكشلي يمكن اي هاف ات اون ماي موبايل ديفايس، بس في فرجيكم اياها هون اوضح. سو اف اي ران ات هير اوكي، سو بس نعمل له ران هيطلع لك الطقس
اللي عم ياخذ وقت اذا لاحظتوا الصور، لانه كل صوره كمان عم جاي نعملها لودنج ريموتلي فروم ذا ويب سايت. سو حقيقه الايسينك تاسك حتستعملها مرتين، مره لتجيب كل الطقس على 16 يوم، وكل ما ردوا لك بالطقس انه شو الايكون اللي بتلبق مع حاله الطقس، لازم تروح تعملها لودنج كمان من الويب سايت بتاع اوبن ماب. اوكي، سو حتعمل هذا الريكوست حقيقه مش 16 تايمز، لانه كل صوره بتنجاب بصير تحط تعملها حتحط عندك بالكاش. اوكي، فحنشوف كل هدول الخبريات. بس اذا بتطلع فيهم هودي الايتمز، اوكي، اللي هون 1 2 3، كل واحد من هدول الايام كلهم بيشبهوا بعضهم كجي يو اي كومبوننتس، ملاحظين؟ سو كلهم مؤلفين من ايكون على اليسار، تكست الفيو الفونت تاعه شوي كبير من فوق، مكتوب فيه اسم النهار، وعندي هون الديسكربشن عن حاله الطقس، اوكي، سريعه، وتحت في عندي 3 تكست فيوز، واحد عم بيقول لي قديش التمبرتشر اللو تمبرتشر، وحده قديش الهاي تمبرتشر، وحده قديش الهيوميديتي. اوكي، سو طبعا اتس اي سكرولبل ليست فيو، اوكي، ففي اطلع وانزل فيها قد ما بدي، باي ديفولت اتس سكرولبل. الفكره هون حقيقه جايز هو انه ما نستعمل نحن مانيولي نقعد نخلق تكست نيو تكست فيو نيو تكست فيو نيو ايمج نيو، اوكي، ونعبيها نحن ورا بعضهم. اوكي، الحل هو ان نستعمل what they call a list view. اوكي، سو شايفين هذا الايتم اللي هون، سو ذا ليست فيو. الليست فيو حقيقه لتعطيها انت الداتا تو بروفايد داتا فور ات، يو نيد اي ليست ادابتر بسموه. اوكي، اللي شغلين منكم جافا جرافيكال يوزر انترفيس بيست على الجافا، وصلوا محل غير شيء غير التكست فيلد والجي ليبل، اذا وصلوا يشتغلوا مع جي كومبو بوكس او مع جي ليست او مع جي تيبل، اوتوماتيكلي كان قطعوا على كونسبت الموديل فيور كنترولر ام في سي. اوكي، سو صحيح يمكن خبروكم عنه وقت اشتغلتوا ويب ديفلوبمنت او شيء من هالنوع، بس هو هذا الكونسبت حتى بعالم الجرافيكال يوزر انترفيس العادي كثير مهم الفصل بين السلطات الثلاث، الموديل والفيور والكنترولر. اوكي، سو الموديل ات مينز يور داتا موديل، الداتا تاعولك. اوكي، الفيور هو الكومبوننت الجرافيكال كومبوننت اللي عم يعرض لك هيدي الداتا، والكنترولر هو اللي بيحدد شو الداتا اللي لازم تنعرض. اوكي، لما يكون عندك ليست اوف ايتمز مش لازم تعرضها كلها، بقول لك ابريوري ايه، بس بركي على بالك تفلترها، بركي كان في شي سيتنجز محطوطه انه ما تفرجيني كل الايام، بركي كان في شي سيتنجز محطوط فرجيني الايام اللي هن كذا حرارتهم، فرجيني اي متى بيصير في شيء، بركي في بركي انت منك ادمن، بركي انت منك يوزر ليجل يوزر بيحق لك تشوف هيدي الداتا. سو الكنترولر بيهتم بالبزنس لوجيك، شو بيحق له، كم يوم فرجي، شو هن الى اخره. الفيور عليه بس انه يعرض هيدي الداتا، والداتا موديل اوكي should be filtered accordingly لتنبعت للفيور. يس، هون بشغلنا ما إلى محل، بس بالويب ديفلوبمنت هي it's a JavaScript library that allows you to create a graphical user interface, okay, rich graphical user interface, or to control the DOM actually with a very simplified syntax. بدل ما تكتب document.get element by id بتكتب id تاع element، تحط له دولار ساين وبتقول له دوت اللي بدك اياه. اوكي، فهي just it's a pure JavaScript library that allows you to write very nice sugar added syntax مشان to access your DOM elements. JavaScript فيك تستعمله لتعمل اللي بدك اياه فيه، في كود JavaScript يعنى بس بالفيو، في كود جافا سكريبت يعني اذا بتستعمل مثلا انت لايبرري كامله غير جي كويري مثل رياكت دوت جي اس او انجلر دوت جي اس الى اخره، هدول لانه دوت جي اس اتس سيرفر سايد سكريبتنج لانجويج، سكريبت جافا سكريبت بيس سيرفر ابلكيشن. سو اذا بتستعمل رياكت دوت جي اس او انجلر دوت جي اس هن بقلبهم كل شيء في كود للفيور وللموديل ات ذا سيم تايم. اوكي، سو اتس سيبريت ايشو. نحن هون عندنا حيكون في عندنا كلاس اسمها ليست فيو قادره تعرض لك ليست اوف ايتمز، تحط لك هالسيبريتور، ما بعرف اذا انتبهتوا له، هيك سيبريت فيري نايس سيبريتور بين كل ايتم والثاني، تعمل لهم ديسبلاي ان فيري فلافي واي، فيري نايس واي، فيري افيشنت واي، بس على شرط انك تخلق لها ليست ادابتر حدها، اوكي، ليأمن لها الداتا. اي تيبيكال سب كلاس ليست ادابتر هو ان ابستراكت كلاس، اوكي، في البيس بيس ادابتر، وفيك تعمل منه انهيرتنس وتعمل له امبلمنتيشن، او فيك يو كان انهيرت فروم ان اري ادابتر. ونحن هون تيبيكلي عندنا اري اوف دايز، ما هيك؟ اري اوف ويذر دايز، فوركاست دايز. سو مشان هيك حنستعمل اري ادابتر، بنشوف كيف.
وحنستعمل الـ View Holder Pattern. الـ View Holder Pattern هو بس تيخلي to keep all these sub components من الـ Graphical User Interface together. Okay؟ يعني هون وقت نجي على هيدي الـ Part لنبني الـ Graphical User Interface عم بيفرجيك فعلياً كل Forecast Day View. Okay؟ كل Forecast Day View يعني كأنه هو List Item. ما انه list view كلها، كانه list item. كل list item لاي اوت تاعه مؤلف كما يلي. هدول ستو بتعرفون، you can guess them على الحارق. عندك linear layout horizontal، عندك an image view and a grid layout. الجريد لاي اوت بحد ذاته مقسم ثلاث اقسام. You have the text view for the day and below a text view for the low temperature. وحدو text view فارد حاله على two cells مشان ينعرض بقلبه description and then one cell below for the high temperature and one cell for the humidity. هيدا الباترن بدل ما تخلقه انت بايدك manually كل مره بتخلقه once for all، تعمل layout file واحد على ايدك. اوكي، ما عم بيعبر عن main activity.xml او second activity.xml، لا بيعبر عن list item.xml. اوكي، اذا بدكم تشوفوا هون like it's as simple as that. اوكي، هذا هو الليست ايتم. لك قد ايه فقير هون، اول شيء لانه ما في ايمج، مش حاطين له ايمج. ثاني شيء مقسم الجريد لاي اوت هذه الطريقه اللي انت شايفها هون، سو اي كان سيلكت ذا جريد لاي اوت، ومقسمين الاسس بهذه الطريقه. انا عملت شيء غلط، يس حركت شيء كومبوننت بالغلط. دونك سو هون صار مقسمين عندكم مثل ما شايفين كما يجب. اوكي، هيدا بتخلقه وانس فور اول، بيكون اسمه ليست ايتم دوت اكس ام ال، وحنصير نستعمله نخلق منه n instances. اوكي، على قد ما نحن لازمنا n instances، ونحطهم بقلب list view. والlist view بتكون حتكون عادي عندنا هون بقلب المين اكتيفيتي. اوكي، اللي هي على فكره هون كثير سمبل. عندك edit text floating button مشان نعمل كليك عليها لنجيب الطقس، وعندك list view ما في شيء فردي حاله. اوكي، على كل شيء. هلا في تفنج صغيره كمان معموله لل الادت تكست. الادت تكست حقيقه حاطين له مثل ما هون شايفين، اذا بنرجع على المين بارت هون حاطين له شيء بنسميه تكست انبوت لاي اوت. اوكي، تكست انبوت لاي اوت. هذا تكست انبوت لاي اوت جايز بس بيعمل شغله صغيره، it decorates your edit text مثل ما هون شايفين. ولو انت فقست بقلب الادت تكست تبلش تكتب، اوكي، اذا كان سابقا فيه هنت بتتذكره، مجرد ما بلشت اكتب اول حرف بيختفى الهنت، مزبوط، بتنسى انت شو لازم تعمل. اوكي، فهون اكشلي بده عباله يدلوا الاكزامبلز مبينين قدامك، مش تضطر تقعد تمحي اول ثلاث حروف كتبتهم ليرجع يبين الهنت. اوكي، فعملوا هيدا الكومبوننت اللي هو كثير لذيذ اسمه تكست انبوت لاي اوت. وين يو انسرتد بتحط الادت تكست جواته، هو لحاله في بويلر بليت كود بينعملوا جنريشن تيصير ينسقوا بين بعضهم. مجرد ما عرفت هنت للادت تكست بصير هذا الهنت بيختفوا التكست انبوت لاي اوت، بيعرض لك اياه بصغير من فوقه وبتبلش انت تكتب على رواق بالادت تكست. هيدا ما عليك تعمل شيء الا دراج اند دروب لهيدا الشيء. سو هيدا ما فيه كود، ما فيه، بس هذا معلومه جديده. اوكي، اما الفلوتنج اكشن بتن فاوريدي قطعت معنا كمان مره لما عملنا instantiation مش لأمتي activity لبيسك activity، فلقيناها موجودة already. هي مثل فقسة البلاس مشان تبعت ايميل جديد بالجيميل. اوكي، للي منه ذاكر، so هلا floating action button actually هي مثل هيدي الصح، بس إذا بروح شوف like أي application أنا عندي إياها such as شوف لنا شي وحدة موجودة شك مش هتزبط معنا، so it's not a big deal. I'm gonna get, say close all. سكرت السايت سينك. So you can I can find it also from the internet على السريع. So هون تحت عملها by default هي بالبيسك اكتيفيتي بتنزل من تحت على اليمين. You are gonna change its layout gravity لتخليها تطلع to the top. بتترك لها 90 pixels margins from the top لحديت مصير تتزايبق 100% حد الادت تكست تاعك. اوكي، سو كمان هيدي هي just drag and drop. So float button action button. اوكي، سو هيدا اللي نزل بالماتيريال ديزاين صار مستعمل شايفينه هون like yet in another application. هو اللي شفناه بالديزاين بيكون usually الكالر تاعيته المحبز انها تكون primary secondary ولا شو
accent. Bravo. Okay? لأنه it's an action. You want to focus on that action. You want to put the focus on it. ف that's it. هي بالعادة بتطلع من تحت هذا العرف هون لأنه ما عباله يغير الانترفيس وعباله يكون تطلع دغري حد الإيديت تاكس سو زعبر شوي باللاي أوت جرافيتي. أوكي؟ Is it fine لحديث هلا؟ مبينين شو هن الانجريدينتس؟ مبين كأنه السحر كله هو بالليست فيو والأدابتر تاعها حيكون كود وايز والأسينكرونوس تاسك والإتش تي بي يو آر إل كونكشن. أوكي؟ سو بدنا نشوف كيف بدنا نظبطه. طيب خلينا بس هلا نخلص من قصه الريست ويب سيرفيسز. اوكي شو وضعهم بالحياه؟ في حال مش قاطع معكم قبل بس honestly هذا الشيء هلا اللي عم تعلموه بخولكم تصيروا تحكوا مع فيسبوك مع تويتر مع اي محل كان. اتس ذا سيم لوجيك. سو اوبن ويذر ماب. اوكي اتس اوبن ويذر ماب بس انه سيرفر تاعهم مخلوق من ترانزستورز وسي بي يوز اوكي وبالنهايه خلص عنده ليميت معينه لكل شيء في كاباسيتي اوكي باندويث ولا غيره ولا كالكوليشن. ما فينا نضلنا كان فينا لو هو فاتح الموضوع لمين ما كان على الاخير كان فينا نقعد كل ثانيه نعمل ريكوست لعنده ونغرق السيرفر ومن ثاني يوم بطل السيرفر شغال. اوكي سو في يكون اوبن يس بس ويذين ليميتس. سو اذا بنروح نزور الويب سايت تاعهم حنلاقي شرح مفصل عن الـ offers تاعولهم. So actually by going to API بيقول لك نحن بنأمن لك أو actually حتى بمحل معين بprices بيقول لك as long as it's free for free ما في مشكلة بنعطيك نحن الـ current weather بنعطيك 5 days 3 hour forecast API 16 days قايلين منها available بس هلا it happens انه it seems available لانه عم جيب 16 يوم انا عادي and so on and so forth بيشرحوا لك الخبريه كلها. اوكي and it's sufficient to create a free account. سو هون تفقص على get API key and the start مش هلا. اوكي and then like maybe at home وتبقوا جيبوها معكم المره الجايه الكي لتصيروا تستعملوها بالبروجرامينج. اوكي فهيدا it's an exercise to do at home تخلق API key لانه في limit على الكليكس. كنت اعطيتكم الكي اللي انا عامله بس ليك شو في عليه؟ في عليه actually calls per minute هو 60 سو ما بضمن باي لحظه يمكن نحن هون واحمد خرسه بالبيت عم بيشتغل هلا ان بارلل وعم بجرب سو عم بتراجعوا للاكزام وكلكم عم تعملوا كليك سو ممكن يصير ببلش يصير بيعطيكم ايرورز. اوكي مشان ما حدا يفوت بالحيطان فكر هو مغلط بالكود لانه حيبطل يرد عليكم السيرفر. اوكي سو منيح كل واحد يكون عنده الاي بي اي كي تاعه انه شبه مستحيل تعمل اكثر من 60 calls per minute يعني عم تعمل ورا بعض عشان ما بتلحق لانه ليجيك الرد لترجع تفقص مره ثانيه. اوكي سو هيك كل واحد بيستعمل الكي تاعه. If you go actually to the API doc documentation بيشرح لك شو كيف بدك تاخذ انت شو بدك تاخذ الويذر فور 5 دايز 16 دايز اتسترا. اكشلي اغلبيتهم بيشبهوا بعضهم في فروقات كثير صغيره. بالاي بي اي doc رح يشرح لك كيف بتصير الاسس. سو اكشلي بيعطيك examples of URL calls. So the key thing هون انك انت تبعت كول على ال apiweathermap.org data version 2.5 وتقول له بدي الفوركاست او بدي الويذر في كذا كلمه بيزبطوا وتبعت له شو بنسميها نحن هيدي بعد الانتروجيشن مارك اتفقنا query string. اوكي وبتنلفظ انه بدي انا الفوركاست yes بس where the query is equal to London comma US. اوكي So the query هون مقصود فيها the city name. كمان كان في واحد يقول له where city ID is equal to something and the mode equal to XML. إذا ما بتحدد ليه by default it's JSON. Okay. And فيك تقول له the metrics sorry the units is equal to metric أو units مشان يبعت لك إياهم Celsius أو equal imperial تبعت لك إياهم فهرنهايت and so on and so forth. فيك تحدد كل شيء parameters خاطرين على بالك وفيك تقول له where كمان the count equal to 16 days او 5 او اللي بدك اياه. اوكي سو اي سامبل كول لهيدي الاي بي اي لاحظوا كيف هون قلت له يا ريت لو في يكبر الخط هون بس اتس امبوسيبل سو قلت له الكويري از ايكوال تو بيروت كما ال بي لبنان اند ذا يونتس از ايكوال تو متريك اند ذا اب اي دي هذا اهم شيء انك تحدده الابلكيشن اي دي تاعك. اوكي وهذا الابلكيشن اي دي اللي اكشلي جماعه بعثوا لي اياه باي ايميل. اوكي لما عملت ريجستريشن قالوا لي هذا الاي دي تاعك وحتى بيعطوني سامبل كود كمان بيقول لي اذا على بالك هلا تشوف طقس بمدينه لندن باسمك انت يو بوت ذس اب اي دي سو اتس كويت ايزي ها مانه شيء كثير صعب. اللي صعب هو يمكن واحد يفهم هدول الاشياء اللي عم بيوصلوا لهون من عندنا من الميل الثاني. اوكي سو اتس كومبليتلي هيك مثل سكرامبلد ولو انت فهمت انه braces معناتها نيو اوبجكت براكتس معناتها نيو اري والى اخره ستيل اتس فيري كومبرسوم انك تفهم الجيسون.
مظبوط لميس. سو فيك تروح تبرم على الانترنت على اي جيسون فورماتر ويب سايت. شو بيخولك تعمل؟ بيخولك تكتب الجيسون كود من ميلي وتقول له بيوتيفاي اند فورمات ماي فايل لحاله، بصير بيعطيك اياه كانه صار تري او نستد تري. اوكي، شو صار فيي اعمل فيها؟ صار فيي افهم شوي اكثر شو عم بيصير. سو هون عم بيقول لي السيتي، هذا الاي دي تاعها، النيم تاعها بيروت، اتسترا اتسترا، الكونتري، اند ذن بيعطيني حسب انا كم نهار طالب، بيعطيني ليست اوف دايز. اوكي، هيدي الليست اتفقنا الليست شو ببلش السيمبل تاعها ببراكتس. اوكي، هيدي حتبلش هون حتخلص بعد كثير كثير تحت. اوكي، لانه في 16 نهار، كل نهار منهم اتس اي جيسون اوبجكت اتسلف، ببلش ببريسز وبينتهى عند هيدي البريسز اللي هون. اوكي، هذا اول نهار، ثاني نهار، ثالث نهار. شو في بقلبهم داتا؟ في عندك طبعا هدول مش ضروري تحفظهم هلا مني، ليك وقت بدك فيك ترجع تطلع اونلاين هون، بشرح لك اياهم بقلب الاي بي اي دوك لتحت شوي، بيقول لك شو الفورمات تاع الجيسون، بيعطوك اكزامبل عليه وبيقعدوا بيشرحوا لك كل وحده منهم شو هي. اوكي، سو فور انستنس مشان مثلا ما انسى شيء، ليست دوت دي تي ديت تايم هي اتس ذا تايم اوف داتا فوركاست. اوكي، يعني داتا تايم. اوكي، قايلين لك شو الفورمات تاعه، هي المراجل اللي نحن نعرف بكره كيف شو سطرين الكود الجافا، اكشلي فيكم تجيبوه من الكتاب، شو سطرين كود الجافا اللي حي بيضربوهم ب 1000 بيقسمون عم مدري شو بينقصون من التايم جي ام تي مدري شو. اوكي، بيرجع بيطلعوا في عندك فانكشن بتجيب لك ذا داي او بتعمل لك فورماتنج لتجيب لك بس الداي، بتقول له انا بدي الداي اوف ذات تايم ستامب. اوكي، بتحوله لانه بيجيك رقم، شايف كيف عجيب غريب. اوكي، رقم مثل هيدا حقيقة هذا هو عدد الملي سكندز، اوكي، اللي قطعوا من 1/1/1970 لحديت اليوم. اوكي، سو اذا بدك تشيل منهم وكذا مش حتحولهم على ايدك، في الكلاس كالندر والكلاس ديت فورمات الى اخره، هن بيساعدوك تعمل هذا الشيء. هذا الكود تقريبا فيك انه مش ضروري تحفظه، هذا بيكون معك يا بكره لانه الامتحان هون على الماشينز اوبن بوك، ان كيس طلبت منكم شيء خاصه بالديت يو كان كوبي ات اند بيست ات، يو جاست هاف تو اندرستاند هاو ات وركس. اوكي، ف ناخذ التايم ستامب بنحوله ل لدي. التمبريتشر عندك كل معلومات عنها، في التمبريتشر بالنهار دي، في التمبريتشر بالليل، في التمبريتشر بالايفنينج، في التمبريتشر المينيموم. نحن حناخذ بس المينيموم والماكسيموم، اوكي، لو والهاي. اوكي، هون حاطط لي انه الحراره هي مينيموم 12.79، اوكي، و21 الماكسيموم الهاي. اوكي، بيعطيك البريشر مش عم نعرضها، الهيوميديتي بتهمنا. اوكي، وبيعطيك اكشلي معلومات ديسكريبشن عن الوذر، بيعتبرها سنقري بس اكشلي ما بقلبها الا المنت واحد، مكتوب قلبه انه المين ديسكريبشن هي كلير، وفي ديسكريبشن ديتيلز اللي نحن عم نعرضها بقلب الابلكيشن. اوكي، وعندها هيدي الايكون، هيدي الايكون عندها مثل كود 01 دي اكزاديسيمال كود، انت عليك بس انك تلزق فيها كلمه دوت بي ان جي بعدها وتلزقها كمان بيو ار ال من قبلها، كمان جاي من عند الاوبن وذر ماب. اوكي، في عندهم ريبوزيتوري اوبن وذر ماب سلاش ايمجز او ايكون سمثينج لايك ذات، بصير فيك تجيب هيدي الصوره. اوكي، اللي هي بتعبر عن كلير، سو يو دونت هاف تو امبيد ذم وذين يور ريسورسز دوت اكس ام ال، فيك تروح تجيب اون لايف من الويب سايت. اوكي، في عندك سرعه الرياح مش عم نعرضها، الكلاودز وما مش يعني بس هدول بدنا اياهم، الديسكربشن تاعت الوذر، الداي بتيجي من الداي تايم ستامب، والتمبريتشر مينيموم اند ماكسيم. اوكي، is it fine? So هلا كيف بدنا نجيبهم؟ حنبقى بنشوف بالاي بي اي تاعت الجيسون. So مش الحال لحديث هلا، في شيء نقطة لازم ارجع لها. You are wondering. So اليو ار ال كيف الفته؟ كويري سترينج، زدت له الكي، الاي بي اي كي تاعي، and so on and so forth. Perfect. So let's actually dig deeper on the concept of JSON parsing إذا بدكم. Okay, لنشوف once أنا جاني الرد كيف يعمل لهم parsing. So بالمين activity you will have somewhere a function called convert an array list. Okay. So المفروض تقدر تعمل conversion
للجيسون اوبجكت فوركاست اللي بقلبه 16 دايز اوكي تحولهم ل داتا انت عندك اياهم اوكي. سو ذاكرين هيدا الليست اوف 16 دايز اوكي، كان هذا الاي دي تاعه. حنروح عند هذا الفوركاست اللي هو عباره عن جيسون اوبجكت، نقول له اعطيني جيسون اري اللي اسمه ليست. اوتوماتيكلي شو عم ترد لك هون؟ اوبجكت اوف تايب جيسون اري. شو في يقول عليه؟ في يقول له للليست اللي انا هلا حصلت عليها شو في الا في الا دوت لينكس لشوف كم element بقلبها، حقيقه حيكون بقلبها مفروض 16 دايز. في الا اعطيني الاوبجكت نمبر اي، عم بعمل عليهم لوب فور ايتش element فور ايتش داي اكشلي، يعني عم فوت عم جيب كل داي ويذر. فهذا الاوبجكت نمبر اي هو اكزاكتلي اللي انا فرجيتكم اياه هون بقلب الفورماتر اللي ممتد من هون لحد هون، هذا الاليمنت نمبر 0 اوكي فور اي ايكوال تو 0. لما يقول له اعطيني الجيسون اوبجكت نمبر 0 هيكون عم يجيب هذا الاليمنت اللي هون. فبحد ذاته شو في يقول له؟ وانس حصل عليه في يقول له سو في يقول له اعطيني الجيسون اوبجكت اللي اسمه temperature. في يقول له اعطيني الجيسون اري اللي اسمه weather واعطيني اول اليمنت فيها اوكي. من التمبريتشر في يروح يجيب ال الدي تي اكشلي، في من سوري من الداي في يروح يجيب الداتا تايم ستام، من التمبريتشر في يجيب المينيمم في يجيب الماكسيمم، وكمان من الفوركاست في يجيب الهيوميديتي، من الوذر في يجيب الديسكربشن والايكون اوكي. طب شو عم يعمل فيهم؟ بده يخلق اكشلي مشان ما يكونوا دائما مفرطعين ودغري هدول يستعملهم ليعمر على عليهم التاكس فيوز والفاليوز تاعولهم، شو حيروح حيعمل لهم؟ حيعمل لهم bundled together بقلب object of type weather. هذا الطيب هو حيخترعه من عنده اوكي. سو بس مشان يكون كل weather line اذا بدك، كان في سميها weather line ومسميها هون shortly weather اوكي، او كل weather day. سو لاحظوا هون عم بيقول add a new weather على ظهر هدول. هذه ال weather منا class predefined، هذه هو كمان خلق قدمها، فيك تعملها copy paste وتفهمها بس مش مضطر تبرمج انت from scratch. سو شوفي بقلبها حاطين لك 6 different information اللي هن نحن عم نعرضهم: the day of the week, the minimum temperature, the maximum temperature, humidity, description and icon. طالما انا عم بعمل لهم كل شيء عم بعمل لهم اياه هو بس انا عم اعرضهم، so I don't need to have them as doubles احتفظ فيهم او as integers، حطهم كلهم string اوكي. حتى الايكون لحديت هون تركها URL icon URL اوكي. لاحقا بيرجع وقت اللي بده يعرض هيدا الويذر لاين بيحول هيدا اليو ار ال لريل ايمج بيت ماب وبيعرض لك اياها اوكي، بيعرض بقلب الايمج فيو. في لايبرري اسمها جي سان جي من جوجل اوكي، هيدي لذيذ كثير. فيك تقولي له تخلقي جي سان هيلبر اكشلي، بتقولي ايكوال نيو جي سان، بتقولي له دوت تو جيسون او dot from json اوكي. ف from json بتاخذ تو باراميترز، الاوبجكت اللي عبالك تعبيه اوكي والكلاس تاعيته اوكي. بس هون كنت البردن تاع هيدي الخبريه كان انه مضطر يعرف الويذر اوبجكت كله سوا على بعضه مثل اكزاكتلي مثل ما هو بيجي الفورمات من برا، يعني بده يحط كثير كلاسز وسب كلاسز عندهم سيتي اي دي وعندهم ويذر اوكي. فهذا كان بس البردن تاعه، هو هون ليك احتفظ بس بست اسس الباقيين كلهم كبن. سو اي توتالي اجري على النقطه تاعيتك اوكي. اند اونستلي لما تكونوا انتم بكره لما حعلمكم كيف تكونوا انتم الاوثر تاع الويب سيرفيس اوكي، لانه كل منكم بدهم يعملوا بروجكتس موبايل، مش عارف عم تعملوا ابلكيشن مثلا ليتس سي فور لايك باركينج ريزرفيشن مش هيك؟ سو في عندك انتيتي اسمها باركينج لوت، عندها البوزيشن تاعيتها، عندها قديش سعرها مثلا، بتكلم انه في باركينجز اغلى من اللي بدك اياه. سو عندك هذا الكلاس خلقتيه بالجافا، سو يو ار غانا اد تو ذا سيرفر سايد، وهونيك بتعملي بتستعملي الجيسون لايبرري لتقولي له دوت تو جيسون تيحولها لسترينج، تبعتوها as a response على النتورك وبتوصلكم as a string للميل الثاني، هونيك بتقولي دوت from json بس بتحولوا. بس انه انتم you are the author of the same class، عارفين انه الداتا هون وهون متشابهه، فبتعرفوا انه الاتريبيوتس they match on both sides اوكي. هون لانه نحن مانا الاوثر اوف ذا اوريجينال داتا، وي ار gonna just parse ذا نيدد بارت from it اوكي. بكره لما تشتغلوا بايدكم ترجعوا تحضروا هذا الفيديو حتفهموا كل كلمه انا عم بقول اوكي، اذا في حال يعني مش واضحين هدول الديسكشن اللي صارت مع غدير. Don't be upset. اوكي. اذا بدي هلا ارسم بصوره
تعبيرية للي راح يصير. So I'm gonna use one note، بعدين لازم تشتغلوا شيتا، ما تكون الحصة مرقت أنا بس اللي عم بحكي فيها. تستفيدوا من تاني ساعة، حقلكن هلأ خريطة الطريق لتبلشوا شغل أول مرة. So هلأ بنحط التايتل بعدين. So عندي لكن الموبايل ديفايس هون، اوكي. عندي السيرفر اون ذا اذر سايد، هذا تاع الاوبن ويذر ماب. عم نعمل يو ار ال كونكشن، عم بقول له انا جات، اوكي. عم ببعث له اتش تي تي بي ريكوست، اوكي. هون هو عم ببعث لي جيسون ريسبونس. هيدا الجيسون ريسبونس از بينج بارست انترنالي بقلب الموبايل اب، بقلب الكود تاعكم، عم بتحولوه انتو لاوبجكت اوف تايب weather. So, طبعا جيسون تكون عبارة عن string بقلبها كل هدول القصص الخزعبلات، اوكي. نحن اخر همنا الكومبلكسيتي تاعيتها، لانه anyway عم نجيبها لهيدي السترينج، عم نحولها بالنهاية لأوبجكت اوف تايب weather. عنده 6 different information، temperature وكذا، كلهم عبارة عن strings. هلا حقيقة هيدا ال weather object، إذا بتشوف الميثود اللي اسمها convert، اوكي، إذا نرجع هون على المين activity، عم تخلق a new weather object، بس وين عم بتحطه؟ بقلب weather list، لأنه ما عندك نهار واحد، عندك actually 5 or whatever 16 days، اوكي. So إذا بطلع هون على ال it's an array list، اوكي. It's a list of weathers، اوكي. It's a list of weather days، اوكي. So لكن فعليا عم تتحول هيدي ل array list of weather object. هلا هيدي هي اللي بنزود فيها مسيو مستر list adapter، اوكي. اللي هون مسابي it's an array adapter، اوكي. اوكي، بس 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 نبعتها للليست ادابتر، بتكون حقيقه ليست فيو اوبجكت. قايلين له من اول ما خلقناها للليست فيو، بنقول لها دوت سيت ادابتر على هيدا الاوبجكت ادابتر، اوكي، على هيدا الانستنس من هيدا الادابتر، فبتصير بتنيشن عليها. شو بتعمل الليست فيو؟ اكشلي الليست فيو لتعرض حالها، وحقيقه هي بتعرض حالها كل ما الادابتر ليست ادابتر حدا قال له دوت notify، في عنده function اسمها notify dataset changed. يعني انت كل ما حدا فقس على ال okay button، هيدي اللي من فوق، انه جيب لي طقس مثلا غير المدينة، اوكي، كتب Jerusalem، فقس على get، حيرجع ينعمل json request، حترجع تجيب list of weathers، مزبوط. يعني حتعمل get لهون، تجيك json، تحوله ل list of weather، then فيك تبعته للادابتر، بس ما بيكفي، بدك تبعته للادابتر وتقول له دوت نوتيفاي داتا سيت تشينج. بصير الادابتر بيقول لها للليست فيو بليز ريفرش يور سيلف، انا تغيرت الداتا عندي، اوكي. وهون ببلش حديث بيناتهم. الليست فيو بتصير بتقول له في عنده كذا كذا ميثود هو لازم يعمل لهم امبلمنتيشن. بتقول له جيت كاونت، بتقول له طيب اوكي تغيرت الداتا عندك، عظيم، اعطيني عددهم الحالي الجديد، اوكي. بغض النظر انه هون مش عم يتغير عدد، لانه 16 يوم، بس خيي بركي كان في شي سيتنجز، في نقيه راديو باتون، في يغير عدد الايتمز. سو بتساله جيت كاونت، ات ريتيرنز ان انتيجر، بيرد لها كم اليمنت عنده، اوكي. اوكي بتعمل عندها هون انترنالي، بس نحن ما بنشوفها، ما خصنا فيها، اوكي. على فكره ما بتكتب شيء من هدول السطور الكود، بتعمل بس امبلمنتيشن لهدول. هون المفروض الجيت كاونت ترد لهم شو؟ المفروض ترد لك الاري ليست اوف ويذر دوت سايز، اوكي. فبس تعمل لها implementation انه ترد لك السايز تاع الليست اوف ايتمز. لو كنت عامل فلتر، هذا اللي عم بيلعب دور اكشلي الداتا بروفايدر الموديل، اوكي. لو كنت انت حابب تعمل فلتر، كان فيها ترد بس عدد الويذر دايز المطابقين للمواصفات تاعيتك، اذا عامل فلتر او اذا عامل شيء، او اذا ممنوع انت تشوف ولا داي، بيرد زيرو، اوكي. سو هو اللي ات كنترولز الداتا فلو على الليست فيو. الليست فيو حتعمل على عدد الكاونت اوف اليمنتس، حتروح تقول له طيب عظيم ادابتر انت مسؤول عن كل شيء، انت مسؤول كمان تو بروفايد مي هدول الستريبس تعول الفيوز، يعني سنجل فيوز، اوكي. فبتروح بتقول له جيت فيو ات بوزيشن نمبر اي، وهي بتقول له شو البوزيشن. سو تيبيكلي هذه البوزيشن كل مره بتتغير، اول مره بتقول له اعطيني الفيو ات بوزيشن نمبر 0، اعطيني الفيو ات بوزيشن نمبر 1 2 3 لحديت ال 15، من 0 ل 15، اوكي. لو كان عنده 5 دايز كنت تقول له من 0 ل 5، اتسترا اتسترا. هو هون عليه انه يخلق نيو ستريب، نيو ويذر فيو، اوكي، نيو ايتم من هذا اللي شفناه هون،
list item اوكي ويعمل فيها injection للداتا تعيد ال array list of weather number i corresponding عليها اوكي لما تقول له بليز اعطيني الفيو اللي هو على البوزيشن نمبر 0 اوكي فهو حيروح لهون على هيدا الليست يشوف مين هو الاليمنت شباب نمبر 0 حيطلع هو تيوزداي نحن في بعنا اليوم اوكي بيروح بيجيب منه الداي التمبريتشر وهيك وبيخلق بيستعمل انفليتر اكشلي ليخلق نيو ليست ايتم اوكي وبيزرع فيها هودي الفاليوز وبيرد لها اياها للليست فيو اوكي طب اذا هيك بدها تصير خبريه لكن لشو عاملين كل هالمعمعه انه ليش ما كان فينا دغري نعطيهم للليست فيو اوكي سو حقيقه هيدي الميثود مش بس بتاخذ البوزيشن وبتاخذ كمان اوف تايب فيو the current view اللي هو already معروض okay and for economy purposes economy in terms of memory و in terms of battery و performance اللي بدك اياه لما يكون هون في 16 day it's fine بس لما يكون انت عندك مثلا 430 contact بالفون بوك طب انه تخيل قد ايه بده initialization لكل هدول الجرافيكال objects شايف انت كم property عندهم على اليمين كلهم انتجرز ودبلز وكذا لاي اوت جرافيتي مدري مين مش هيك قديش في عندهم بروبرتيز كل فيو لحالها فتو كريت ان نيو فيو ويعمل لها انيشاليزيشن على كل شيء هون لحالها هيدي الليست اللي هون لك كم ايتم في بقلبها في بقلبها الايمج فيو في بقلبها جريد لاي اوت طبعا في بقلبها كمان لينير لاي اوت فوقها وبقلب الجريد لاي اوت في عندك تكست فيو 2 3 4 اوكي إذا هذا هو هيك أنت بتعرض واحد من الكونتاكتس تاعولك مش ويذر، أوكي؟ طبعًا كل واحد من الكونتاكتس تاعولك كمان نفس الشيء عنده أيكون، عنده اسم، عنده رقم تليفون وإيميل يمكن ما بعرف شو ببين عندك باي ديفول. إذا عم تمشي على 400 اسم، أوكي؟ تتخيل قد إيه بدها وقت لتحجزهم بالميموري، ممكن تفول الميموري قبل ما توصل على ال 300، أوكي؟ سو الشيء الموجود حقيقة بقلب الأندرويد هو الإيكونومي اللي بيعملها ليست فيو اتس أ فيك list view of all the items. قديش ببين عندك على السكرين؟ نحن هلا من شوي شفناها كان مبين عندنا يمكن شي 7 8 افترض 10 الست الباقية مش مبينين. So list view على قد ما بيساع عندك بتكون حقيقة yes. So حجز محل لافترضنا list view معروض على كل السكرين just for simplicity reason. Okay؟ بتكون حجز بعد couple of additional items واحد من فوق وواحد من تحت. Okay؟ وفي عنده واحد هون على جنب بعد بالميموري وشو بتعمل اذا انت عم تعمل سكرولينج اكشلي هيدا حيصير فوق هيدا حيصير محله هيدا حيصير محله هيدا حيصير محله وهيدا اوريدي جاهز قادر تعرض لك اياه اوكي هلا شو بتقول هيدا اللي انت كنت مجهزه من قبل اللي هو الاليمنت بلس 1 اوكي او بلس 2 جيب حط محل هيدا مشان بركي يكمل سكرولينج داون وهيدا اللي هلا اختفى بركي يرجع يعمل سكرول اب جيبه وحطه اوكي سو بيستعملوا اكشلي هي مثل تعال تفرج يا سلام اوكي سو حاطين هن ستيكرز بس تعال تفرج يا سلام اكشلي هي ورقه كثير طويله مش هيك بدها تحط كل القصه عليها هذا الكونسبت انا هيك كنت اشرح الكونسبت تاع السكرولينج ايه كمان مثل الكونسبت الغساله اذا بدك بس انه سو في هدول الرولو بس ملفوف عليها ورقه وانت عم تبرمهم هذا السكرولر سكرول بار بالعاده بيرجع بيبرم الميل الثاني باي ذا واي بالكود وايز بتزيد السكرول بار بقلب اللاي اوت وبقلبه بتزيد الكومبوننت يعني كانك عم تلزق ورقه عليه وبصير بتبرم انت سكرول اب اند داون الليست فيو اتس سكرولبل بس بقلبها ليست ايتمز من اللي انت خلقهم اوكي ما بتحجز لهم انفينيتي ما بتحجز لهم 400 اوكي هي بصير بتسال الادابتر كل الوقت عرفت ليش هلا مش انت بتروح بتعمل لهم انيشاليزيشن كلهم على ايدك بتترك الداتا بين بايادي امينه عند الادابتر بتساله قديش عددهم تحتفظ بهيدي المعلومه براسها وهي بس بتعرض لك كرنت فيو عندك بتعرض لك اول 5 6 10 اللي هن اوكي الباقيين كلهم بيكونوا مخبيين ذير از ان اكسلنت فيديو لازم احط لكم اياه على مودل كمان من ضمن الماتيريال عاملينه باليوداسيتي كورس رائع بفرجيك هون كيف اندري في اكثر من شيء 5 6 فيديو واحد هيك انترودكتوري صغير واحد شوي ادفانس بس كلهم شارحين لك هون كثير كثير منيح اوكي انا ماني كثير شاطر بالرسم هون لعبر لك عن الفكره بس بتخيل وصلت الفكره مش هيك اوكي سو ذس از واي اكشلي بيبعثوا لك هون وات ذي كول ذا كرنت فيو اللي هو ديسبلايد ات ذا بوزيشن نمبر اي اوكي اللي هي هلا بحاجه لها اكوردنج تو ا نيو سكرول صار بحاجه لبوزيشن جديده ف تبعت لك الكرنت فيو الكرنت فيو بقلبه اوبجكتس مخلوقين بالميموري حاجزين شيء يمكن شيء 2 4 5 كيلو بايت اوكي اوريدي عندهم ويث وهايت وجرافيتي وكذا بس للاسف بقلبهم ذا رونج داتا بقلبهم مثلا الطقس تاع نهار الاربعاء
لانك عم تعمل سكرول هلا لازم ينعرض طقس الخميس، بس انت عندك اياه بالميموري. بدل ما ترجع تعمل نيو تاكس فيو نيو كذا نيو كذا نيو ليست ايتم، بس سمبلي بتاخذ هالكرنت فيو بتقول له اذا منه ايكوال للنال يعني اوريدي مخلوق، سمبلي ست التمبرتشر على الفاليو الجديده، ست الداي على ثيرزداي، ست شو اللي هو جاست ست ذيز سترينجز، بس ما بقى تخلقه فروم سكراتش. اوكي سو ذس از ذا ايديا. ف واكشلي فيكم تجربوها، فيكم تخلقوا ليست فيو مثلا بقلبها شيء بدك مينيموم تضرب على 1000 ايتم ويكون عن جد كومبلكس. وبالميثود اللي اسمها جت فيو اذا رد لك هون جاب لك فيو ما تعبره اني anyway يخلق نيو نيو فيو من التايب تاعك. شوف قديش بصير بطيء. اوكي بس تصير تعبرها لهذه الكرنت فيو تقول له اذا منا ايكوال للنال ذن اعطيني اياها converted to my type of view اللي هي اسمها list item or something like that. فما تعمل شيء، ما تعمل inflation من تاني وجديد، ما بقى يستعمل الانفليتر، ما بقى يخلق new instance منه، بس عمل لي set لهذا text view get the text view الموجود بقلبها set الفاليو تاعته على هذا الشيء get the text view التاني set الفاليو تاعته على هذا، بس عم تعمل setting تخلص معه ك CPU time ب fractions of milliseconds. اوكي وك memory wise ما خلق شيء جديد. اوكي بعدون نفس هذا الستريب الموجود هون. اوكي اللي انتم مبين عليكم. اوكي يو جات ذا ايديا. اوكي سو ليك شو طالعين عاملين بيهايند ذا سينز. سو هذا الكومبوننت كثير كثير مميز غير عن الاديت تاكس وباتن وراديو باتن تشيك بوكس، عنده كل هيدي الفلسفه داير من داره. فانت لازم تعرف انه جيت كاونت لازم تعملها امبلمنتيشن، جيت فيو، وبعد في عنده ميثود اسمه جيت اي دي. جيت اي دي بتاخذ بوزيشن وبترد لك اي دي. تيبيكلي بيكون الاي دي هو البوزيشن تاع الاليمنت. اوكي بس سام تايمز خاصة بتستعمل بكرة لما نحكي مع الداتابيز يمكن عبالك you want to map specific positions to specific object IDs. اوكي بصير اسهل علينا عملية اللودينج. سو لحقكم بنشوفها بس حتكون هي تقريبا اجبارية تكون هون تعملوها. اوكي في شي سؤال هيك على الليست فيو حاليا؟ اوكي سو بعدنا عم نحكي بالكونسبت لتبلشوا انتو actually اوريدي اخذت ساعة حاجتي اللي حنصحكم تعملوه اكشلي اكيد بالبيت ترجعوا تقروا هودي الكونسبت انتوا فيكم تقروا الانترودكشن لتفهموا الاب شو بتعمل. الاب كمان انا حنزلكم اياها زيب فايل على مودل فيكم تعملوها داونلود تعملوها ران تشتغلوا فيها على التليفون تقروا الكود تاعها يعني الكود سورس كود حيكون معك من هلا بس اي هوب من قلبي انه ترجع تشتغل القصص انت على ايدك. اوكي وام كويت شور في يطلع معنا فيرجن حتى احلى من اللي عاملينه ديتيل. So test driving the app فيك تقراها والتكنولوجي اوفر فيو هذا اللي انا هلا تقريبا حكيتهم شوي سريعا. اوكي سو يو كان ستارت وذ 7.4 اللي هي بيلدينج ذا ابلكيشن جرافيكال يوزر انترفيس. هيدي ابسولوتلي كان ستارتد بس بما انه هلا صار المواضيع حساسه صار لازم عن جد كل واحد يو هاف تو ستيك تو يور بي سي ما حدا يقرب عليه المره الجايه وتكمل شغلك هون. اوكي اذروايز اذا اشتغل بالبيت بركي بتجيبه معك كمان على يو اس بي اند ذن يو كونتينيو يور ورك here in a class. اوكي واي حدا كمان انه فيك حتى تقول انا هلا بدي دلني عليه طالما شغال وهيك ماشي حاله لحديت الامتحانات. اوكي لانه مش حنقبل excuses يعني انتم مفروض تجوا لهون وتكونوا عم تستعملوا هدول الكمبيوترات اذا في اي شيء فيه مشكل معنا لحديت اخر اسبوع قبل امتحانات ندارك الموضوع خلينا نعمل له فورمات نرجعه للصفر. اوكي بس مش مسموح حدا يقول لنا هذا الكمبيوتر ما في شيء عم يشتغل عليه طب وين كنت انت قبل. اوكي سو لازم تكونوا عم تجربوا هدول الماشينز مين وايل وتخبرونا على اي مشكله عم يصير عليهم بليز. اوكي ذاتس ات فور ذا مومنت.